السلام عليكم خوتي خوتاتي، في نهار جديد وموضوع جديد. الى عجبك الفيديو دير لنا لايك وخلي لنا تعليق ايجابي، ما عجبكش الفيديو دير لنا ديسلايك وخلي لنا تعليق سلبي وقول لنا علاش ما عجبكش الفيديو. كيف كتعرفوا قناه با خويا قناه كدير فلوغات رياضه مواضيع، ويعني من قربت القناه على وشك نصف مليون مشترك. كنا كنديروا الوصفات، وغادي نتخلاو على الوصفات ونديروا الروتينات. وصفات هيك با خويا، وصفات هي. نخليكم مع روتيننا اليوم، يلا نشوفوا. كتقولوا بغيتي الروتين ديالنا اليومي انا وحنان، كما وعدناكم راه قريب ان شاء الله نوصلوا 100000 مشترك، ما بقيناش غنحطوا الوصفات، يعني صافي سالينا من الوصفات، غادي نبقاو نصوروا دائما معكم الروتين اليومي ديالنا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمناكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم فيديو جديد، وصفة جديدة على القناة ديالنا، بلا ما نطوي عليكم، خليكم مع مكونات الوصفة. المهم بلا ما نطولش عليكم، نخليكم مع مكونات الوصفة. المهم بلا ما نطولش عليكم، خليكم مع مكونات الوصفة. المهم بلا ما نطولش عليكم، نخليكم مع الوصفة. خليكم مع مكونات الوصفة. خليكم مع مكونات الوصفة. ابو يا سحاره، يعني اخوتي انتم شفتوا الوصفات، يعني الروتينات، ما نعرف كي غادي يكون العلم لله. وكندير حتى الطبخ حتى هو، خليكم معنا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم طبق لذيذ لذيذ لذيذ، واللي هو اللازان على الطريقه الفرنسيه. انا ما كنطيبش، انا ما عنديش مرض، قلت لهم اليوم انا اللي غادي نعشيكم مقعد على لازان، وقررت انني نديرو. نبداو شويه بشويه، ما تعرفون ولي طباخه ماهره في المغرب. من بعد مدام البصله غادي نقليوها شويه ديالي، عطيني المرحله. شي كاسرونات حطي عليها داكشي حتى يرطب، عاد كديرها طيب، ما طيبوهاش بزاف لانها كتولي عجينه. المهم انا هادشي اللي عارفه كنتشارك معاكم، اما انا ما كنعرفش نطيب، ما كنعرفش نطبخ. انا ما كنديرش الزيت هذيا، ما كتعجبنيش الريحه ديالها، كتجيني خايبه. ايه يا شيخ، ايه يا شيخ، ايه بقى يا شيخ، ربنا يهد المفتري يا شيخ. هانتوما شفتوا، واخا ما كنعرفش نطيب، نقدر نولي طيب طباخه مشهوره في الحماة في المغرب. وعندي مواضيع افاديه كنفيد الناس حتى هما، ولو بتعجبكم فيديوهاتي ولايفاتي ما تنسوا الاشتراك، وما تنسوا اللايك والتعليق والشير. اهلا اهلا، تحشمنا لالا، دابا حتى جينا للكوزينه. انا وعدتكم اي حاجه غادي نديرها غادي نشاركها معاكم، اي حاجه اي حاجه اي حاجه. غادي نجمع المطبخ والاشغال البيتيه، وخليكم معايا وتابعوا دقيقه بدقيقه باش تستافدوا. ها كيفاش ديروها. ما تنساوش اللي كيعجبكم لي لايك ديالي، واللي كيعجبكم لي روتين ديالي. اذا تحبوا فيديوهاتي لا تنسوا الاشتراك. ايه ده يا شيخ، ايه اللي بتعمل ايه ده يا شيخ، ايه يا شيخ، ايه يخرب بيت سنيني.
هانتوما شفتو الافاده. ها تنعرف نتكيف نجفف ونخمل ونصاوب ونعاوط ونسيق. ها خليكم مع فيديو التخمال. سلام خوتي خواتاتي، كيف كنتوا؟ بخير وعلى خير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. مهم اليوم جيتكم فيديو جديد، روتين جديد كيف كتشوفوا. تماره اللي هي تماره كيف ما العاده. اصلا الروتينات ديالنا كاملين كيكونوا بتماره. فيكم هاد الداري وبدات الشعاد وتنعس عاده غير حنايا هكا لاباز اخوتي تعداتكم. الله 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 هوش هوش كفاية كفاية بيه كفاية. ده بالمفتشر ده كل حاجة باين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هانتوما كتشوفوا أخوتي السفيهات والتفاهات، يعني غزاو اليوتيوب وهادشي، يعني الناس ما راكم عارفين شكون اللي كيزيد يساند هادشي، وبنادم ضعيف لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الإغراء تيسيطر على العقلية ديال الإنسان وميبقاش فيكم الحال. ملي تلقى أنت بيضة جايبة 47 مليون لايك بركة، يعني ما تزيدش، يعني العالم كله تافه وكله تلقى بيضة تشهرت علينا، بيضة جايبة 47 مليون، هذا الحماق هذا. واش غادي نقول لكم انتما يا بنات البلاد، كان ما كان سياسة قناة واحترام لهاد الناس، اش غادي نقول لكم؟ الله يعين. فين ما كنتو وحشموا على عرضكم، حشموا على عرضكم. واش المال وصلكم حتى لهذا الشيء ولا الدعاره في اليوتيوب؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي خواتاتي، جينا لنهايه الموضوع ولا نهايه الفيديو. ما تنساوناش بلايك، بارطاجيو معنا الفيديو الله يخليكم، واللي عجبو الفيديو دير لايك، اللي ما عجبوش يدير ديسلايك. وحتى الموضوع ولا الفلوق جزائي. السلام عليكم، تشوز.